بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا في لقاء جديد مادة نظم المعلومات الإدارية المقررة على طلاب الفرقة الرابعة إدارة عربي تخصصي التسويق ونظم المعلومات. لقاء اليوم المحاضرة 11. النهاردة هنتكلم تفصيلا في الفصل السادس من الكتاب المقرر على حضرتك. الفصل ده بيتكلم على نظم معلومات الموارد البشرية. انا عارف ان فيه الموارد البشرية، وعارف ان فيه ادارة اسمها ادارة الموارد البشرية، هي الادارة الخاصة بجذب اهل الكفاءة، وان هي بتبحث على الافراد ذوي المهارات النادرة علشان ان هي تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. خلي بال حضرتك، لازم يكون عندي نظام معلومات خاص بالموارد البشرية يقول لي توليفة العنصر البشري بالتخصصات المختلفة داخل المنظمة حالته ايه. يبقى لازم يكون عندي نظام معلومات يوفر لي معلومات دقيقة على الموارد البشرية داخل المنظمة. ابقى عارف حركة الموارد البشرية داخل المنظمة ايه. طب نظام المعلومات الخاص بالموارد البشرية ده ايه يا دكتور؟ هو عبارة عن عملية مقصودة بجمع وتخزين وحفظ واسترجاع كل البيانات الصحيحة. اوعى تنسى دي، البيانات الصحيحة، جمع وتخزين وحفظ واسترجاع كل البيانات الصحيحة والفعالة عن العنصر البشري والأنشطة الخاصة بالأفراد وخصائص الأفراد في المنظمة. يبقى بالتالي أنا عارف كل التفاصيل عن كل شخص داخل المنظمة إيه، عارف مؤهلاته، عارف مهاراته، عارف قدراته، عارف الدورات التدريبية، عارف اتعين إمتى، عارف عمل إيه، عارف اترقى إمتى، حوافزه إيه. يبقى كل كبيرة وصغيرة تم توقيع جزاء عليه أو خصم عليه، يبقى كل كبيرة وصغيرة عن الموظف موجودة. طب أنا كمدير هنقعد إن أنا أتذكر وأحفظ حالة كل موظف، ولا لازم استعين بنظم المعلومات الخاصة بالموارد البشرية؟ هو ده جوهر الفصل، ان لازم يكون عندي نظام معلومات للموارد البشرية. النظام ده معني اساسا انه يجمع لي بالتفصيل ويخزن لي ويحفظ لي، وان انا ممكن من خلال امر بسيط استرجع كل البيانات الصحيحة اللي انا دخلتها بطريقة صحيحة عن كل فرد داخل المنظمة. اعتقد بكده يبقى عندي مين؟ معلومات وافية شافية عن حالة كل شخص وحركة الموارد البشرية داخل المنظمة. طيب الافراد لهم انشطة عديدة داخل المنظمة، لازم يكون فيه دور لنظم معلومات الموارد البشرية. الانشطة اللي يؤديها الافراد داخل المنظمة هي ايه يا دكتور؟ عندي نشاط التخطيط، وعندي نشاط الاختيار والتعيين، وعندي نشاط التدريب والتنمية، وعندي الاجور والحوافز، وعندي بيئة العمل. عظيم. طب دور نظم معلومات الموارد البشرية في التخطيط بتعمل ايه؟ ودور نظم المعلومات الموارد البشرية في الاختيار والتعيين بتعمل لي ايه؟ ودور نظم معلومات الموارد البشرية في التدريب وتنمية مهارات الأفراد بتعمل إيه؟ ودور نظم معلومات الموارد البشرية في الأجور والحوافز والاستقطاعات والمرتبات والتعويضات بتعمل لي إيه؟ ودور نظم معلومات الموارد البشرية في بيئة العمل بتعمل لي إيه؟ أيوه بالضبط كده. تعال كده حضرتك شوف التخطيط، نظم معلومات التخطيط بتعمل لي إيه؟ بيبقى عندي نظم معلومات تخطيط القوى العاملة، ونظم معلومات الأفراد، ومحلل الوظائف، ومحلل مواصفات كل وظيفة داخل المنظمة. طب في الاختيار والتعيين، بالنهاية نظم المعلومات بتجهز لي عملية الاعداد للمقابلات الشخصية، وعملية الاختبارات، وإيجاد التعاقدات، وتعيين العمالة الجديدة والأفراد الجدد في المنظمة. كمان التدريب والتنمية،
بتركز نظم المعلومات على ايه؟ الاحتياجات التدريبيه. هم محتاجين ادربهم على ايه؟ التدريب الداخلي. طب على ايه؟ طب تدريب المشرفين انمي فيهم ايه؟ والتدريب القيادي اللي هو ايه؟ والتنميه التنظيميه. يعني بيركز لي على التدريب اللي هو المعني بتنميه وصقل مهارات ومعارف وقدرات وابداعات الافراد داخل المنظمه. لازم يكون في دور لنظم معلومات الموارد البشريه تنظم لي هذه الانشطه. كمان الاجور والحوافز يا دكتور، لازم يكون عندي قاعدة من الأجور في سوق العمل، لازم يكون عندي نظم لدفع الأجور المستحقة، ولازم يكون عندي قاعدة لنظم الحوافز المطبقة، لازم يكون عندي نظم للمكافآت والتعويضات، يكون ده منصوص عليه ونظم معلومات الموارد البشرية منظمة غولي بالضبط. طب في بيئة العمل محتاجين إيه؟ إن يبقى عندي في برامج أمن وسلامة للعاملين. ايه هو برنامج الامن المطبق؟ ايه برنامج السلامة؟ ايه الاجراءات الاحترازية اللي هي بتؤخذ وقت الازمات ووقت تفشي بعض الامراض؟ يبقى بيئة العمل تبقى بيئة صحية امنة سليمة، ان هي بتدفع الى مزيد من الاداء. وعندي ايه كمان يا دكتور؟ عندي كمان من الانشطة الرقابة على الاداء، وعندي كمان من الأنشطة علاقات العمل، وعندي كمان من الأنشطة المزايا والأرباح، وعندي كمان من الأنشطة البحوث والتقويم، وعندي كمان من الأنشطة الاتصالات الإدارية. طب دور نظم معلومات الموارد البشرية في الرقابة على الأداء إن هي تعمل إيه؟ تنظم لي إجراءات الترقية والنقل وإجراءات الفصل. طب دور نظم معلومات الموارد البشرية في علاقات العمل تعمل لي إيه؟ التعامل مع الاتحادات والنقابات الخاصة بالمنازعات العمالية. طب دور نظم معلومات الموارد البشرية وقت المزايا والأرباح بتعمل لي خطة الأجازات والعطلات وبرامج التأمينات والمعاشات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية والمساعدات، سواء كانت مساعدات عينية أو مجالات خاصة بالإسكان أو إعداد برامج الرعاية الصحية. لازم كل الكلام ده يبقى واضح ومنظم ومعروف ومعلن لكل الافراد داخل المنظمه، وده اللي بيؤدي لي هذا الدور نظم معلومات الموارد البشريه في مجال المزايا والارباح. طب هل هناك دور لنظم معلومات الموارد البشريه في مجال البحوث والتقويم؟ نعم، لازم نكون عندي نظم المعلومات لها دور في اعداد تقارير الكفايه على اللي هي بتقيس لي كفاءه العماله، وبتعد لي المؤشرات الإحصائية اللي بتساعدني في عملية تقويم نشاط الأفراد وقياس إنتاجية الأفراد. طب كمان بيبقى فيه دور لنظم معلومات الموارد البشرية في مجال الاتصالات الإدارية؟ نعم حبيبي، لها دور كبير جدا في حفظ السجلات وعمل المسوح والاتجاهات والسلوكيات، كل ده بنبقى مسجله، وعمل التقارير الخاصة بالإصابات والشكاوى وتقارير خاصة بحالات ترك العمل وحالات الغياب، دي بتوفرها لي نظم المعلومات الإدارية. يبقى إذن دور فعال لنظم معلومات الموارد البشرية في مجال الرقابة على الأداء، ولها دور فعال في مجال علاقات العمل، ولها دور فعال في مجال المزايا والأرباح، ولها دور فعال في البحوث والتقويم، ولها دور فعال في الاتصالات الإدارية. طب ممكن أسألك بقى تدريبات حضرتك، إيه هي معرفتك ومعلوماتك عن نظم معلومات الموارد البشرية؟ إيه هي نظم معلومات الموارد البشرية؟ أوعى تنسى الموارد البشرية. الموارد البشرية كل معلومة عن كل عنصر بشري داخل المنظمة في كل الأنشطة داخل المنظمة، أعمل لها نظم معلومات. طيب إيه هي بقى نظم معلومات الموارد البشرية؟ طب قول لحضرتك خمسة فقط من أنشطة الأفراد ودور نظم معلومات الموارد البشرية فيه، خمسة فقط لا غير. تقول لي مثلا التدريب، طب دور نظم معلومات الموارد البشرية ايه؟ تقول الاتصالات الإدارية، طب تقول دور نظم معلومات الموارد البشرية ايه؟ طب تقول التخطيط، طب دور نظم معلومات الموارد البشرية. يبقى كل مجال من هذه المجالات له فيه دور مهم وأصيل لنظم معلومات الموارد البشرية، بالتالي كده تشعر ان نظم المعلومات الإدارية جهاز عصبي متغلغل في كل الأقسام، بتوفر لي معلومات دقيقة على كل مورد بشري داخل المنظمة. طب ممكن أكلف حضرتك بتكليف بعد إذن حضرتك بخط إيديك
في ورقة في صفحة 263 وفي صفحة 264 من الكتاب المقرر على حضرتك، تجاوب لي الإجابة السابقة بخط اليد، تجاوب لي الإجابة السابقة بخط إيديك. يبقى معاك كده حضرتك أسئلة الفصل الأول وأسئلة الفصل الثاني وأسئلة الفصل الثالث حتى الفصل الموارد البشرية بخط إيديك، وأوعى تنسى انك هتكتب بخط ايديك في صفحة 263 وصفحة 264 من الكتاب المقرر على حضرتك، منه تدريب ومنه تمرين ومنه انك سمعت المحاضرة مرة واثنين وثلاثة، ومنه استرجعت معلوماتك، ومنه انك اكتشفت مستواك في التحصيل والاسترجاع المعلومة. لو نسيت اي معلومة ارجع اسمع المحاضرة مرة، لو نسيت ارجع اسمعها كمان مرة، ارجع اسمعها كمان مرة، وحاول ان معاك يكون الكتاب فتحه على صفحة 263، تجيب السؤال وتسمع المحاضرة هتجاوب، تجيب السؤال التاني وتسمع المحاضرة. يبقى انت كده بتذاكر، يبقى عندك معلومات وافية عن الموضوع لقاء اليوم. وفي النهاية شكرا لمن سمع وشكرا لمن نوى وشكرا لمن عزم، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.